احتفالات هستيرية على كل جمهور الأهلي وعلى كل لعبة الأهلي بعد الفوز على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 والإطاحة باتحاد جدة من كأس العالم للأندية على أرضه وسط جمهوره في يعني لقطات ولا أروع لجمهور الأهلي اللي بيستنى لقاءه المنتظر مع بطل أمريكا الجنوبية. لكن خلينا أكلمكم على أجواء المباراة اللي من قبل المباراة. كتير من المعلقين والمحللين كابتن فهد العتيبي قال إن المباراة دي خارج التوقعات وإن هي مباراة قوية جدا ما بين فريقين كبار جدا في بلادهم وفي قاراتهم. مباراة كبيرة، مباراة بأجواء مونديالية وفريقين عندهم تاريخ كبير وشخصية قوية ونجوم، لذلك أنا أعتقد مباراة اللي صعب تتوقع فيها، من المباريات اللي صعب إنك تعرف مين حيفوز إلا في بعد صافرة الحكم. أنا أعتقد إنه راح تكون مباراة فيها تقارب في المستوى ويمكن راح تحسم صعوبة كبيرة في الماتش هذا. ما أعتقد إنه راح يكون في فوز سهل على الإطلاق. إمكانيات كبيرة الفريقين والتاريخ والخبرة والجماهيرية، فكل حاجة تدعونا لمشاهدة مباراة ممتازة إن شاء الله. وده اللي قاله كابتن مدحت شلبي، قال ان مفيش اي حد يقدر يتوقع نتيجة مباراة النهاردة. ماتش معقد كرويا على ارض الملعب فنيا صعب جدا جدا، وفي المدرجات هتسمع وهتسمع انا اقول يا حرامي. حضرتك تتوقع النتيجة هتخلص كام؟ لا ده صعب السؤال ده جدا، ولا لو جبت قارئة الفنجان ونزار قباني وعبد الحليم حافظ هيقول لك روح. لكن خليني اقول لكم ان اجواء المباراه النهارده كانت اكتر من رائعه، حماس ويعني عشم كبير موجود عند جمهور الاتحاد اللي كان عنده امل كبير جدا ان هو يفوز على الاهلي بنتيجه كبيره. لا 5-0 لمين؟ للاتحاد طبعا. ليه بتتابع مين يعني؟ بلعب اي حاجه كده، اي لعيبه كده وخلاص. لا باذن الله تكون مباراه حلوه باذن الله، وفريق الاهلي المصري فريق كبير ما نصغره ابدا على عيننا وعلى راسنا، لكن باذن الله نكسب ان شاء الله. كان في امل كبير من جمهور الاتحاد اللي هم يفوزوا بنتيجه كبيره النهارده على الاهلي، وثقه كبيره جدا من جمهور الاهلي ان الاهلي هيقدر يحقق الانتصار والفوز في ملعب الجوهره في عقر دار الاتحاد وسط جمهوره. النهارده ان شاء الله فوز 2-0 للنادي الاهلي الوحيد الاهلي باذن الله بدون مقاطعه يعني. لكن خليني اقول لكم ان جمهور الاتحاد النهارده ظهر في لقطه اكتر من رائعه، بدخله كده اكتر من رائعه قبل انطلاق المباراه، وبدا يعني يرفع لافته كده مكتوب عليها العالم يتزين بالاصفر، وبدا على طول يكون في يعني هتافات، مظهر اكتر من رائع لجمهور الاتحاد قبل انطلاق المباراه. جمهور الاهلي بدا يشعل الشماريخ وبدا الحماس يظهر على جمهور الاهلي اللي متواجد في المدرجات. لكن خليني اقول لكم ان قبل انطلاق المباراه على طول بدا جمهور او بدا لاعيبه الاتحاد تروح وتقف قدام جمهورها كده قبل انطلاق المباراه عشان يستمدوا منهم الطاقة والحماس الكبير جدا قبل ما يبدأ اللقاء. طبعا المباراة النهاردة أكتر من رائعة، حماسية، أجواء عالمية في ملعب الجوهرة النهاردة بيعملها جمهور الاتحاد وبيعملها جمهور الأهلي اللي متواجدين في الملعب. لكن خليني أقول لكم طبعا الأجواء بدأت تتغير في المدرجات وبدأت السعادة تظهر على جمهور الأهلي، وبدأ جمهور الأهلي يصفر كده أول لما كان شايف اللي هو ليه ركلة جزاء، الكل بيصفر والكل بيهتف بشكل كبير جدا، سعادة هستيرية على الجميع طبعا أول لما تم احتساب ركلة جزاء للأهلي. جمهور الأهلي بيحتفل بشكل أكتر من رائع في المدرجات بعد هدف علي معلول، صدمه قويه جدا واضحه على كل جمهور الاتحاد اللي متواجد في المدرجات اللي مصدوم بشكل كبير جدا. لكن الاجواء بدات تتغير الى حد ما اول لما احتسب ركله جزاء للاتحاد، وبدا بقى القلق يظهر على جمهور الاتحاد رغم ان احتسب ركله الجزاء، لكن قبل التسديد بدا يظهر القلق الكبير جدا على جمهور الاتحاد اللي بدات الصدمه القويه جدا تظهر عليهم بعد تصدي الشناوي ركله جزاء بنزيما كده اللي بدا كل جمهور الاهلي يحتفل بشكل كبير جدا في المدرجات. الصدمه طبعا واضحه على كل جمهور الاتحاد المتواجد في المدرجات. الاجواء بدات تشتعل، جمهور الاهلي بيهتف للاعيبته وبيحمسهم بشكل كبير جدا، كل لعيبه الاهلي بدات تحمس الشناوي وبدات يعني تسقف له اثناء خروجه ما بين الشوطين. الشوط الثاني هو اجواء بقى وشوط الجمهور الاهلاوي اللي بدا يحتفل بشكل اكتر من رائع، وبدا يظهر عليه السعاده الهستيريه بعد هدف الاهلي الثاني اللي احتفل بيه كل الجمهور بشكل كبير جدا، الكل سعيد الكل بيحتفل بشكل قوي جدا في المدرجات. عدد من جمهور الاتحاد بقى بدا يغادر ارضيه الملعب وبدا يغادر المدرجات. لكن بعد الهدف الثاني كان يعني رابطه الاتحاد المتواجده بتدعم اللعيبه وبتهتف للعيبه وما بيوقفوش هتافات في الملعب، واضح طبعا التفاعل وواضح الاحتفال الكبير على الجميع. اول طبعا بقى لما جه الهدف الثالث صدمه قويه جدا واضحه على كل الجمهور الاتحاد المتواجد في الملعب، الكل قاعد مصدوم، الكل مش مصدق اللي بيحصل، الكل مش مصدق سيناريو المباراه. طبعا بدا عدد من جمهور بقى الاتحاد المتواجد حتى في الرابطه يغادر المدرجات، صدمه طبعا واضحه على الجميع، الكل واقف كده
المدرجات كنت تشوفها بدات تبقى خاليه كده او شبه خاليه من جمهور الاتحاد. طبعا جمهور الاهلي بيحتفل سعيد في المدرجات، بيحول ارجاء المدرجات لاحتفالات اكتر من رائعه، هتافات طبعا حماسيه وهتافات يعني كبيره جدا لجمهور الاهلي النهارده بعد الهدف الثالث. الاجواء طبعا في اللحظات الاخيره كانت سعيده عند جمهور الاهلي، وصدمه كده واضحه على كل وجوه جمهور الاتحاد المتواجد في المدرجات. لكن خليني اقول لكم الاول طبعا لما احرز الاتحاد هدفه الوحيد في المباراه النهارده ما كانش فيه طبعا احتفالات، لان الهدف جه في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني. لكن اول لما انتهت بقى اللقاء سعاده هستيريه على كل لعيبه الاهلي اللي احتفلت بقى بشكل كبير جدا على انغام اغنيه سطرانه كده في ارضيه الملعب، الكل بيحضن بعضه، الكل فرحان في ارضيه الملعب. امام عاشور بقى بيلتف كده بعلم الاهلي وبيبدا يحتفل بعلم الاهلي في ارضيه الملعب، واضح السعاده على الجميع. بدا مروان عطيه يدخل في حاله وفي نوبه بكاء قويه جدا بعد نهايه المباراه، وبدا بقى يعني محلل اداء الاهلي هو اللي ياخده في حضنه وبدا يهديه، واضح طبعا يعني الحماسه على مروان اللي توج النهارده بافضل لاعب، وبدات السعاده طبعا تظهر عليه، وبدا السعاده دي تختلط بالبكاء. جمهور الاهلي او لاعيبه الاهلي بدات تروح تحتفل بقى مع جمهورها بعلامه النصر ويرفعوا علم فلسطين ويهتفوا بالدم بالروح نفديك يا فلسطين. احتفالات اكتر من رائعه في مشاهد اكتر من رائعه للاعيبه وجمهور الاهلي النهارده اللي بداوا يقفوا. وهنحط لكم طبعا الاحتفالات وهنحط لكم الاجواء الرائعه في نهايه الحلقه عشان تعيشوا معانا الاجواء الاكتر من رائعه طبعا النهارده. طبعا كل اللعيبه طالعه بتحضن بعض وبتهني بعض، مستر كولر بيهني كل الجهاز المعاون ليه النهارده، كل اللعيبه بتحتفل في ارضيه الملعب، الكل طبعا سعيد، الكل بيحتفل. مليون مبروك للاعيبه وجمهور الاهلي النهارده على الانتصار الكبير والغاي اللي بيصعد الاهلي لمواجهه بطل يعني كوريا او بطل امريكا الجنوبيه، عشان ان شاء الله لو فاز الاهلي يصعد للنهائي. نامل ان شاء الله ان الاهلي ان شاء الله يحقق نتيجه ايجابيه في المباراه قادمه ويصعد لنهائي كاس العالم للانديه. لكن الاهلي خلاص ضمن ان هو يكون في المربع الذهبي واللي هو يلعب على احد المراكز سواء اول او ثاني او ثالث او رابع. نامل ان هو يكون اول او ثاني، ونامل ان شاء الله ان احنا نشوف السعاده ديت في المباراه القادمه. انتصرونا وانتظروا كواليس كتير جدا معانا خلال الفتره القادمه.